مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. السلام عليكم، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45 سنة، وزني 115، بعاني من بعض المشاكل في السمنة، وقررت ان انا اعمل عملية. وبصراحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية وقررت ان انا اتعامل معاه، لانه لقيته عامل حملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر، فقلت تمام اما اتفاعل معهم وشوف الدنيا ايه هتروح بينا غاية فيه. فالدكتور رحب بيا وقال لي اهلا وسهلا بيكي وتشرفينا وتعالي، انا عايزه اعمل عمليه تكميم المعده مع الدكتور كريم صبري عشان ابقى راضيه عن نفسي وعن شكلي، وتعالوا شاركونا العمليه ونشوفوا بعد العمليه بقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. مدام صابرين 115 كيلو، احنا هنعمل لها تكميم معده ان شاء الله، تكميم معده بالمنظار. عمليه تكميم المعده او تحويل المسار او التحويل مع تكميم اساسي او تحويل مسار الاثنى عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوزن. الحقيقه طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العمليه على حسب متطلبات المريض بعد اخذ التاريخ المرضي وتاريخ التغذيه، واذا كان في علاجات يعني بناخدها، والسن حتى كمان، وكل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب، لأن كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفع لهم كل العمليات. حقيقة طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في إجراها، عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة بعد العملية، بنحرك بعد ساعتين، بنشرب بعد 6 ساعات. الريهابليتيشن أو عادتنا للعمل بعد العملية، بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل شغلنا عادي. نزول الوزن ان شاء الله نزول مؤكد، ويعني نزول صحي سليم، وان شاء الله نطمنكم على مدام صابرين بعد العملية ان شاء الله. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، او دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل الى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكي، Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال الفتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي
بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدبابسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الاندرم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي صابرين محمد السيد، سني 45. قررت اني اخلص من السمنة، ساعدني الدكتور كريم صبري وقدم لي العون وخدني من ضمن الحالات وعمل لي العملية. وكنت خايفة برضو زيكم زي اي حد تاني بيخاف، لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة ما فيهاش اي حاجة، كل ما عليكي بس ان انت يا دوبك تستفيقي من البنت. فقت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد 3 ساعات، وديني قاعدة معاكم وبشركم في اللي حصل لي مع الدكتور كريم. وبشكر كثيرا كثيرا الدكتور كريم والطاقم اللي معاه كله، طاقم التمريض طاقم التصوير كل 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 حاجه. شكرا جزيلا للدكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم، اطمنكم على مدام صابرين. هي عملت الحمد لله العمليه بالسلامه، عملت عمليه تكميم المعده، الهدف منها انقاص الوزن. عمليه تكميم المعده زي ما قلنا عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. ما بعد العمليه الحمد لله الافاقه كويسه جدا، الريهابيليتيشن او الاعاده للنشاط الطبيعي خلال وقت قصير جدا، الخروج في المستشفى يمكن في خلال 12 ساعه ما بعد العمليه. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات انقاص الوزن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العمليه اللي هي السادس لتكميم تحويل مسار الاثنى عشر، هي كلها من العمليات الهادفه الى انقاص الوزن، كلها عمليات آمنة، كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوزن وعلاج بعض الأمراض الأخرى بنسبة شفاء قد تصل إلى 100% في السكر وخصوصا السكر من النوع الثاني. نسبة الأمان عالية جدا لأن طبعا احنا بنستخدم يمكن أعلى الحاجات في كل حاجة بنظير هاي ديفينيشن، يمكن مستهلكات أمريكية بالنسبة للدباسات أو المستهلكات الطبية. أطعمة طبية طبعا يمكن زي ما شفنا النهاردة دكاتره التخدير على اعلى مستوى، المستشفيات لازم تكون مجهزه على اعلى كفاءه يعني لاستقبال حالات السمنه المفرطه. يعني فان شاء الله هنطمنكم على بقيه الحالات والعمليات. يمكن عايز اوصل ان ما حدش تاخر فيها فعلا لان العمليات طبعا بتحل مشاكل قد تكون اجتماعيه، السمنه بتسبب مشاكل اجتماعيه كبيره جدا، بتسبب مشاكل صحيه كثيره جدا، بتسبب مشاكل يمكن في على مستوى العمل نفسه او الوظائف نفسها. فعمليات السمنة هي حلول آمنة لعلاج السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة لذلك. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. الشعر هو تاج الرأس زي ما بيقولوا، يعني بيزين الرأس، سواء بقى
الشعر ده لحد واحدة محجبة، واحدة مش محجبة، لرجل، لست كبيرة، لرجل كبير. هو الشعر أكيد بيدي شكل حلو جدا، ومش بس شكل حلو، هو لازم يكون كمان صحي، لازم يكون ما فيهوش مشاكل. ودايما بقول إنه الشعر من أكتر الحاجات اللي بتتأثر بحالتنا النفسية، بحالتنا الصحية بشكل كبير جدا. أكتر حاجة بتتأثر الشعر، عشان كده لازم ناخد دايما بالنا منه ونعتني بيه. وأنا النهاردة هتكلم عن منتج هايل جدا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، وهيساعدنا كتير قوي إن إحنا نتخلص من المشاكل دي، سواء الناس اللي بتعاني إنه شعرها بيقع بطوله مثلا، أو شعرها ما بيطولش، أو عندها فراغات في شعرها، أو شعرها خفيف أو مجعد. يعني مشاكل كتير جدا ممكن تكون بتقابلنا كسيدات ورجال كمان. هنتكلم النهاردة عن ساينو ماسي هير، وهنعرف إزاي المنتج ده بيعالج مشاكل الشعر المختلفة كلها، مع ضيفنا العزيز دكتور أحمد رشاد، أحد أعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. أهلا دكتور أحمد. أهلا بك يا يمنى. إزاي صحتك؟ الحمد لله تمام. الشعر ده تاج على طبعا رأس أي حد طبعا، بصرف النظر بقى إذا كانت، لو هنتكلم عن الستات، إذا كانت الست دي محجبة أو مش محجبة، هو طبعا تاج على رأسها، وفي مشاكل كتير جدا للشعر. اكيد طبعا ما بتنتهيش مشاكل الشعر. طبعا ملاش مشاكل الشعر هتنتهي مع ساينو ان شاء الله. بالظبط، ده هيبقى الحل المثالي والفعال لاي مشكله من مشاكل الشعر بالحقيقه، وده عن تجربه مش مجرد كلام، ده تجربه وحاجات مثبته علميا. طيب ساينو ماسي هير، خلينا نقول للناس كده ببساطه ايه المشاكل اللي لو هي عندكم ساينو ماسي هير هيقدر يعالجها. رقم واحد مشكله تساقط الشعر طبعا، دي من ضمن الحاجات اللي في المقام الاول اللي بيعالجها ساينو ماسي هير، تساقط الشعر، سواء بقى للاسباب المختلفه زي ما قلنا قبل كده برضو، تساقط الشعر الوراثي، او التساقط الناتج عن اسباب عضويه تمام، زي الانيميا، زي الخلل في الغده الدرقيه وغيره، او الخلل الناتج عن ضعف التغذيه اللي واصله للشعر. هو ممكن يكون فيه فعلا ضعف تغذيه وصل للشعر. الناس مثلا نظام اكلها نفسه مش صحي ومش متوازن. الناس اللي بتمشي دايت لفترات طويله طبعا، ناس كتير قوي او نسبه كبيره قوي خاصه من السيدات بيعملوا دايت تمام، اوقات بيبقى في البيت مع نفسها كده، مش مدروس، مش متابعه مع حد متخصص في التغذيه مثلا، فالمحصله طبعا اللي بينتج عن كده ضعف التغذيه للجسم عامه، وبالتالي الغذاء اللي وصل للشعر بيتاثر طبعا. هو في ألف سبب وسبب يخلي الشعر كتير. يعني كتير. يتعب او يحصل له طبعًا مشاكل. بس خلينا نقول السكس اكشنز او الست وظائف اللي ساينو ماسي هير بيعملهم او بيعالجهم في الشعر. تمام، نبدا بالاكشن الاول طبعا اللي هو ستوب هير لوس، زي ما قلنا بيوقف تساقط الشعر، وده بيحصل في الاسبوع الاول من استخدام ساينو ماسي هير، بيبتدي بيبقى ملحوظ جدا في بدايه استخدام ساينو ماسي هير في الاسبوع الاول. تمام، هنيجي عندي برضو الحاجه الثانيه استيميوليت هير جروث. تمام، بالنسبه للناس اللي عندها مشكله في نمو الشعر، الناس اللي شعرها ما بيطولش، دي مشكله انا عارف ناس كتير قوي بتعاني منها، وبالذات السيدات. والله تمام، تفضل تحاول ان هي الشعر بيوصل لطول معين، مهما تحاول ومهما تعمل ما بيطولش عن كده، تقص حقيقي اطراف، تعمل برضو ما فيش فايده، وتروح للكوافير يقول لك قص الاطراف. طب هو يا سيدي ما بيطولش اصلا، هو وصل لحد معين ووقف. بس زي ما بقول ايه، الغريب يتعلق بالشاي زي ما بنقول. صح. تمام، فهي مثلا يتقال لها تقص الاطراف هتطول، تسمع من صحباتها بقى سواء من كده تمام، قص الاطراف وهيطول، تقص تفاجئ انه ما بيطولش. دلوقتي انا بقى عندي حل جذري للمشكله دي، ساينو ماسي هير باستخدامه ده هو بيحفز اصلا نمو الشعر، فابتدي مع الاستخدام هبتدي الاقي الشعر نموه اتحسن كتير جدا. تمام، ابتدى الشعر بيبقى صحي اكتر، اللمعان بتاعه كمان بيبقى شايني جدا ولامع جدا، وبيبان فيه الصحه، يعني انت تشوف الشعر كده بيبقى الشكل مختلف تماما. صح، نتيجه فعلا بتبقى مبهره، سواء على 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 يعني على مستوى التغذيه او على مستوى الشكل طبعا. والشكل مهم جدا طبعا، شكل الشعر طبعًا مهم، لانه في ناس كتير جدا يعني ولا عندها تساقط ولا عندها خفيف ولا حاجه، بس شعرها شكله مش بالزبط. حلو. وحضرتك ذكرت نقطه حلوه قوي بالنسبه للسيدات المحجبات. تمام، تغطيه الشعر لفترات طويله بتؤدي في بعض الاحيان بالذات مع العوامل الجويه، الحر، الرطوبه، الكلام ده، لنمو بعض انواع العدوى او الميكروبات سواء بكتيريه او فطريه، وده بشكل غير مباشر بيؤدي الى تساقط الشعر. او ممكن ده سبب مهم جدا خالص، او ما كنش يعني، في ناس كتير ما عندهاش معلومه زي كده، تبص تلاقي شعرها بسقط، هي بتغذى كويس، محافظه على تغذيه كويسه تمام، بس
الفكره ان هي برضو ايه الموضوع تغطيه الشعر فترات طويله مع العوامل الجويه او احيانا بيؤدي لوجود ايه بعض البكتيريا او نمو بعض الفطريات اللي بتؤدي على المدى البعيد ان هي تسبب سقوط الشعر. دلوقتي ساينوماسي هير حل المشكله دي بمنتهى البساطه مع استخدامه ومع بدايه استخدامه. في بعض المواد اللي داخله في تكوين ساينوماسي هير لها خواص مضاده للفطريات وللبكتيريا. يعني هي اصلا يعني مش يعني انا مش باخد حاجه بس مجرد ان هي بتغذي لي الشعر لا وبتعالج لي التلف مثلا او بتحسن لي مظهره لا ده انا عندي حاجه كمان ان هي يعتبر زي انتي بايوتيك موجود انتي بايوتيك وانتي فانجر يعني حاجه مضاد حيوي او مضاد للفطريات بيقتل لي البكتيريا او الفطريات اللي بتسبب بقى مشاكل زي السعفه اللي هي بنسميها التينيا او التينيا اللي هي اوقات بتعمل بقع صلعاء في الشعر. طبعا ساينوماسي هير من الحاجات اللي بيقضي عليها بسبب خواصه المضاده للفطريات. هو طبعا فطر في المقام الاول زي ما قلنا بسبب خواصه المضاده للفطريات بيقضي على مشكله زي دي. قشره يعني الشعر قشره الشعر طبعا دي برضو حاجه فطريه من العدوات الفطريه اللي بتحصل للشعر. يعني هو في المقام الاول بيعالج الشعر ومشاكله المختلفه وبيحفز على نمو الشعر طبعا. ويمكن انا سالت هو ايه الاختلاف فيه لانه في ناس كتير ممكن تقول لك ما في منتجات كتير للشعر ايه اللي هيخليه مختلف او ايه اللي هيخليني اضمن انه يجيب نتيجه معايا؟ لا بالنسبه للاختلاف لا الاختلاف كبير جدا. اولا على مستوى التصنيع طبعا والجوده لا حاجه ما شاء الله يعني الكواليتي بتاعته عاليه جدا سواء نتيجه تكنولوجي التصنيع نفسها. انا عندي تكنولوجي عاليه جدا النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دلوقتي هي اخر ما توصل ليه العلم في الصناعات عامه وبشكل خاص بقى في صناعات مستحضرات التجميل ومستحضرات العنايه بالشعر. طبعا فانا عندي كواليتي التصنيع نفسها عاليه جدا. تاني حاجه المكونات. المكونات اللي زي ما قلنا قبل كده اللي داخله في التصنيع على درجه عاليه جدا من النقاء ومن الجوده. فدي بتنعكس في النهايه على الكواليتي. تاني حاجه التركيبه نفسها. انا عندي مجموعه عناصر ومواد فعاله داخله في تكوين المنتج تقريبا كل ما بيحتاجه الشعر من ناحيه كل حاجه من ناحيه علاج تمام من ناحيه حمايه ووقايه من ناحيه برضو الشكل تحسين المظهر وتحسين الشكل. فانا عندي كل ما يحتاجه الشعر موجود في حاجه واحده. طب النتيجه يا دكتور احمد بتكون بعد قد ايه بالنسبه للنتيجه في بالنسبه لنقطه تساقط الشعر؟ النتيجه بتبتدي تظهر من الاسبوع الاول من بدايه الاستخدام. ده للتساقط. للتساقط. طب ده في حد ذاته خطوه كويسه طبعًا جدا. طبعا كويسه جدا. انا ببتدي الاحظ ان التساقط بيتوقف تماما من بدايه الاستخدام في الاسبوع الاول. بالنسبه للاسبوعين اللي بعد كده الثاني والثالث ببتدي بقى الاقي الشعر الصغير بدا يظهر كويس بشكل ملحوظ جدا كويس. طبعا الشعر الصغير بيظهر يبتدي الشعر حتى الخفيف يبتدي يتقل الفراغات تتملي تمام فيبتدي الشكل يتغير تماما. بالنسبه للاثر العلاجي الكامل ده بيبقى خلال 3 شهور. وهو طبيعي لدوره الشعر اللي كلنا عارفينها. ايوه زي ما حضرتك ذكرتي كده تمام ان اصلا دوره الحياه الطبيعيه للشعر هي 3 شهور. فبالتالي الاثر العلاجي الكامل بيظهر في خلال الفتره دي. بالنسبه لقصه الصلع الوراثي بقى ده لازم على الاقل فتره العلاج تكمل 6 شهور. طيب انا كنت سمعتك برضو في حلقه سابقه بتقول ان هو بيطلع شعرتين في بالظبط البصيله الواحده. هو في حاجه تمام انا عندي دلوقتي ساينوماسي هير تمام بيحفز يعني كذا ماده كمان مش ماده واحده بس حوالي 4 أو 5 مواد من ساينوماسي هير بتحفز بصيله الشعر غير انها كمان عندنا ماده زي الجينسنج. الجينسنج من الحاجات اللي بتزود عدد الخلايا في فروه الراس لانها ببساطه كده بتمنع الميكانيزم بتاع الموت الخلايا فبتزود عدد خلايا فروه الراس. هي الخلايا في الشعر بتموت؟ طبعا خلايا الجسم كلها خلايا الجسم كلها مش بس فروه الراس. يعني الجسم البشري من طبيعته ان بيعمل حاجه اسمها بروجرامد سيل ديث او الموت الطبيعي للخلايا وبتتكون غيرها بتتجدد اللي هي يعني من ضمن ايه عمليه تجديد الخلايا. تجديد للخلايا بالظبط. انا لا انا عندي بقى ما شاء الله يعني في الساينوماسي هير الجينسنج من الحاجات اللي بتزود عدد الخلايا في فروه الراس عن طريق ان هي بتقلل معدل موت الخلايا ده. تمام يعني وبالتالي فانا عندي البصيله الواحده بتطلع لي شعرتين. فدي مشكله في مشكله الشعر الخفيف بتبقى حاجه فعلا روعه ونتائجها مبهره في الشعر الخفيف. والناس اللي عندها فراغات في شعرها او جبينها عريض مثلا. الناس اللي عندها فراغات، الناس اللي جبينها عريض شويه، الحتت الخفيفه في الشعر عامه، تمام؟ كل ده ساينوماسي هير بيقضي لي عليها. نتيجه ان هو طبعا اولا بيزود غذاء، بيحفز نمو الشعر في المناطق دي، تمام؟ ثانيا بيحافظ لي على الشعر اللي بينمو بعد كده. يعني مش مجرد ان انا بطول الشعر. مش يعني لو وقفته الشعر هيرجع يقع تاني او اي حاجه. لا. ده ما بيحصلش.
وبعدين انا استخدمه يعني كوقايه بعد كده. انا ده منتج متكامل، بدل ما استخدم منتجات كتير للعنايه بالشعر، انا عندي منتج واحد بيعمل لي كل الوظائف دي. ولما بستخدمه على المدى، اولا هو في حاجه حلوه جدا، هو بيحسن جوده الشعر الطبيعيه. يعني جوده الشعر الطبيعيه نفسها اللي هي اللي نابعه من الشعر نفسه بتتحسن، مش غير بقى ما استخدم حاجه او كده. تقصد من غير مثلا ما الناس اللي بتستخدم فرد او بتستخدم الحاجات كده، هو بيحسن الكواليتي نفسها بتاعه الشعر، بيحسن بنيه الشعره نفسها، تركيب البروتين وتكوينه بتاع الشعرايه، بيحسن الموضوع ده كله. نتيجه ان احنا عندنا عنصر البيوتين اللي موجود. عنصر البيوتين ده يعني بيتفاعل مع الخليه، بيكون لي الاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه عباره عن ايه؟ زي الطوبه اللي ببني بيها البروتين بتاع الشعر، هي الطوبه اللي ببني بيها البروتين. فانا بوفر للشعر بنيه قويه جدا، تمام، بطريقه امنه جدا. طب هو طريقه استخدامه ازاي يا دكتور احمد؟ احنا بنستخدمه في يعني مساء يوميا من 4 لـ6 بخات، احيانا ممكن توصل لمرتين في اليوم على حسب طبعا مقدار الضرر اللي موجود يعني. طيب وتدليك؟ طبعا تدليك كويس جدا، توزيع على فروه الراس. وفي حاجه لازم ناكد عليها، ان فروه الراس لازم تكون جافه تماما. يعني ما ينفعش على الشعر مبلول؟ لا مبلول لا طبعا. لازم يبقى على فروه راس جافه تماما. نبتدي نوزعه بطريقه متوازنه على الفروه كلها، بس مش على المنطقه اللي فيها. لا هنركز على المنطقه اللي فيها، هنركز على المنطقه بالظبط كده. وبعدين تدليك ويتساب. ويتساب طبعا، ما يتغسلش. انا ممكن احطه عادي وانام، مفيش مشكله، وما اقلقش من اي حاجه منه. الاثر الدهني والكلام ده مش موجود. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تقلق، انه ممكن بالظبط ناس كتير بتشتكي بعد ما بتستخدم منتجات الشعر من اثر دهني بيضايقها كتير جدا. انا المشكله دي مش موجوده عندي هنا في سينوماسيه، لان هو اكوا بيز، او زي ما قلنا القاعده بتاعته مائيه، فمش هلاقي مشكله الاثر الدهني او التزييت اللي احنا زي ما بنقول عليه. فروه الراس ده اللي بيضايق بالظبط، فانا ما بحسش بيه اصلا يعني. انا بحطه ما بحسش بيه. طيب الناس تقدر تحصل على ماسي ساينوماسي هير ازاي؟ هو طبعا تسهيلا على كل السادة المشاهدين، طريقة الحصول على ساينوماسي هير عن طريق الأرقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة. المندوب بيوصل في نفس اليوم خلال ال 24 ساعة. طبعا عندنا كول سنتر شغال لمدة 24 ساعة بيتلقي كل الاستفسارات والتساؤلات من السادة المشاهدين. ساينوماسي هير منتج على جودة عالية جدا، منتج بيعالج لكل مشاكل الشعر من حيث تساقط، من حيث تلف، ودي نقطة مهمة جدا برضه. طبعا تلف الشعر دلوقتي احنا بنتعرض لكمية عوامل وكمية ملوثات بنقابلها في حياتنا يوميا، وأتربة بالظبط، غير المنتجات اللي ممكن بنستخدمها، الشامبو وخلافه. كل ده بيأثر لي على الشعر سواء على المدى القريب او على المدى البعيد. انا عندي بالظبط كده. طيب سن السن احنا بنبدأ من ممكن 18 سنة وفوق. لأي عمر بقى؟ لأي عمر، رجل أو سيدة؟ أو سيدة، رجل أو سيدة. والرجال أعتقد يبقى كويس. الرجال طبعا، في ناس كتير قوي بتهمل حتة الرجال شوية. لا إزاي ده؟ بما إني رجل بقى فأنا هتكلم عن النقطة دي. أنا متهيألي هما هيبصوا. لا طبعا، إحنا عندنا دلوقتي رجال كتير دلوقتي بتهتم بالموضوع ده. بالموضوع ده، بموضوع الشعر. طبعا هي بتنعكس على شكل الراجل وثقته بنفسه. طبعا. تمام؟ طبعا. فناس كتير قوي ممكن تفتكر إن الراجل لا مش مهم، لا طبعا. لا مهم طبعا، ازاي مش مهم؟ بالظبط. لا طبعا، ولو شعرهم خفيف ده يحفز بالظبط، هو برضه بيحافظ نفس القصه زي ما قلنا. تمام، بيحافظ على صحه الشعر لمعانه. المشاكل زي ما قلنا، التساقط اللي بيعاني منه رجال كتير على فكره. كلام في رجال كتير يمكن الاسباب بتختلف شويه. تمام، نتيجه الضغط النفسي، اوقات ناس كتير بتحط في ضغوط دلوقتي، ضغوط الحياه بتاثر على ناس كتير دلوقتي، بتاثر على حالتها النفسيه. تمام، بتسبب تساقط الشعر، وده السبب الشائع على فكره في الرجال. الضغط النفسي بيسبب، او الاستريس بيسبب تساقط الشعر. فانا كنت قلت لي انه بيأخر الشعر الابيض. احنا عندنا بقى دي نقطه برضو كويس ان حضرتك اثرتيها. عندنا مكون من مكونات ساينوماسي هير اللي هو الروزميري. الروزميري مثبت علميا ومن ضمن التجارب والابحاث اللي تمت ان هو بيأخر ظهور الشعر الابيض في الناس اللي هم سنهم صغير. طب حلوه. في بعض الناس بيبقى عندهم الشعر الابيض وراثي. تمام. أيوة. فمع بدايه الاستخدام المبكر ومع بدايه ظهور الشعر ده، ساينوماسي هير بيأخر لي العمليه دي وبيأخر لي ظهور الشعر الابيض ده. دي حاجه كويسه جدا، وانا طبعاً مبسوطه بساينوماسي هير الحقيقه، واكيد في ناس كتير هتبقى زي مبسوطه انه اتوجد حاجه زي دي. انا بشكرك يا دكتور احمد على وجودك معايا، ضيفي العزيز دكتور احمد رشاد. هنروح الفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا. هحكي لكم حكايه. دي ندى بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والضهر،
والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه. وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها. وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل. كانت ما بتحبش تنزل من البيت وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجودة أصلا. وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدخول. وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها هتشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة. بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. دي بقت تعرف تحط رجل على رجل. وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات. دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. أول المركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. سيدات كتير جدا بتبعت لي بتشتكي من مشاكل في الثدي. في سيدات كتير جدا بتسأل عن عمليات تكبير الثدي. هل العمليات دي سهلة؟ هل العمليات دي بسيطة؟ يعني جراحات تجميل الثدي بشكل عام هي منتشرة على مستوى العالم كله، سواء تكبير سواء تصغير سواء رفع أو شد ترهلات. وسيدات كتير كمان بتعاني من مشاكل الثدي المختلفة. لذلك احنا النهاردة هتكون فقرتنا دي عن عمليات تجميل الثدي المختلفة مع ضيفنا العزيز دكتور ايمن انديل استشاري جراحات التجميل في المركز الطبي. اهلا يا دكتور ايمن. اهلا وسهلا. يعني من اكتر الاسئلة اللي بتتبعت لي اكترها شيوعا يعني هي الاسئلة اللي فيما يخص عمليات الثدي، سواء تكبير سواء رفع او ترهلات، مثلا بقى في ترهلات او تصغير. يعني انا عايز اعرف في البدايه ايه هي الاسباب اللي تخلي اي سيده تعمل عمليه تجميل في الثدي؟ في اسباب اصلا وراثيه يعني في وهرمونيه. يعني ممكن شابات صغيرين يعني في بعد البيوبرتي بعد سن البلوغ بيبقى صدرهم صغير. ده سبب. في سبب تاني الرضاعة طبعا.
وفي سبب ثالث اللي هو التخسيس الرجيم القاسي او بعد عمليات التخسيس او نزول الوزن بكميه كبيره. وفي اسباب بتخلي الصدر يبقى كبير زياده عن حجمه، وده بيبقى حاجات وراثيه يعني. طيب يعني اذا هي دي الاسباب لتغير تمام لتغير شكل الثدي عند بعض كل حاله من دول ليها طريقه في العلاج. طب تقول لنا طب ازاي يعني نصنف لنا الحالات كده وقول لنا دي بتتعالج ازاي ودي بتتعالج ازاي. هو في ثلاث انواع من المشهورين يعني لو انسه مثلا انسه مثلا بيبقى البريست عندها صغير، الثدي عندها صغير، فده بنكبره بنعمل له حاجه اسمها اوجمنتيشن يعني زياده في الحجم، بان احنا بنحط له حشوه او امبلانت زي الصوره اللي معانا كده. هي دي الازرق ده الامبلانت والامبلانت دي بنحطها من جرح صغير جدا. هو ده ده شكل الامبلانت. ده السيليكون يا جماعه يعني ده السيليكون اللي بيتقال السيليكون ايه يا دكتور؟ ده السيليكون باج اللي هو الحشوه نفسها. دي الحشوه دي مقاساتها يعني ده مقاس وده مقاس. ده مقاس 200 اللي على اليمين الصغير ده مقاس 200 مللي، اللي على الشمال ده مقاس 400 مللي. طب معلش هو سؤال، هو السيليكون ده بيبقى مبطط كده ولا بيبقى زي الكوره؟ لا مش زي الكوره، لا مبطط. مبطط اوكي. في منه مبطط وفي منه له تيل كده شويه. يعني ليه اشكال يعني. له اشكال. طيب دي طريقه ال دي عمليه رفع الثدي. طب احنا لسه ما اتكلمناش عن الرفع يا جماعه، احنا لسه بنتكلم عن التكبير. اذا لو انسه بيتعمل لها عمليه اللي هي ايه السيليكون. طب انا عاوز اعرف التفاصيل بقى، لانه انت عارف الانسات بيبقوا ايه يعني قلقانين شويه وعاوزين يعرفوا تفاصيل اكتر عن العمليه. الجرح هيبقى عامل ازاي؟ الجرح الاحساس الجروح بتاعه العمليه دي بتبقى في ثلاث اماكن، يا اما من تحت الباط، يا اما حوالين الاريولار اللي هي الهاله. انما المكان المفضل لمعظم الجراحين تحت البريست، تحت الصدر على طول. اوكي. في الفولد ده. تحدد ازاي؟ يعني مين بيحدد المكان اللي هيتزرع منه؟ الجراح هو اللي بيحدد. الجراح بيحدد، وكلنا تقريبا دلوقتي بنعمل الجرح اللي هو اللي تحت البريست. اللي تحت الثدي. لانه بيبقى في مكان مختلف تماما. دي التلات اماكن اللي بيتحط منها من خلالها السيليكون. طبعا مش التلات اماكن، بيبقى هي بتبقى مكان واحد. هو بيبقى مكان واحد في مكان واحد في العمليه بيتم وكلنا اختياره. كلنا بنفضل اللي تحت الثدي لانه بيبقى ايه مش باين. مش باين طبعاً. خالص، لانه في الفولد اللي تحت الثدي ده ما بيبانش خالص. طيب هل في طريقه معينه لزرع بقى او حط السيليكون ده؟ يعني انا اسمع ان في ناس بتحطه تحت العضله. ما هو اذا كانت اذا كان البريست ده فيه انسجه فبنحطه تحت ما بين العضلات وما بين الدهن وما بين الانسجه. يعني ايه في انسجه يا دكتور؟ مش هو ما هو طبيعي يبقى في انسجه؟ بيبقى يعني اللي هو يعني مش صغير قوي، مش جلد بس. تمام. يعني لو هو جلد بس تقصد فيه فات يعني في نسبه دهون، في نسبه دهون ونسبه غدد معقوله، فبنحطها تحت الغدد على طول. تمام تمام. لكن لو هو على الجلد على طول وفي دي حاجات وفي حاجات بتبقى عيوب خلقيه اصلا، بريست موجود وبريست لا. طبعا في فبنحطها تحت العضله. بنحطهم في الحالات زي دي تحت العضله لما يكون مفيش انسجه كتير. طيب السيليكون من الحاجات اللي بتعيش مدد طويله على لايف على طول، مدى الحياه. مدى الحياه مش محتاجه تغيره ومش محتاجه تشيله ومش محتاجه. لا لا لا، ده مدى الحياه وبتاخد عليه جرانتي كمان. في تعرف في حاجات كوميديه بتنتشر عن على موضوع السيليكون ده، الحقيقه مش عارفه بيجيبوها منين الافكار دي، بس يعني انه لا ما فيش الكلام ده خالص، يعني بيقول لك الضغط والمش عارفه ايه والحراره لا لا لا، ده الكلام ده كان زمان قوي. لا لا، دلوقتي السيليكون باجز دي معمولة بتكنولوجي عالية جدا، لدرجة ان لو جبنا سيليكون باج زي اللي حضرتك شفتيها دلوقتي دي وخرمناها بابرة كده ما تخرش. يعني لو جبنا ابرة يعني مؤمنة جدا، مفيش لا يمكن خلاص. الكلام ده كان زمان لما كنا يعني ده في موديلات قديمة بطلنا نستعملها من سنين طويلة يعني. طيب الأنسة دي لو تحب تتجوز ده هيبقى ليه تأثير مثلا على الحملة أو الرضاعة أو الحاجات دي؟ لا الإحساس، لا السنسيشن ولا الإحساس ولا الرضاعة
بترضع عادي جدا و ملوش اي تاثير خالص، وطبعا ملوش اي ولازم ننبه كويس جدا ان ملوش اي تاثير على انه يقلب لكانسر. لا نهائيا. يعني لازم الناس تشيل الفكره دي من دماغها خالص. طيب الـ احنا عاوزين نشرح العمليه بتتعمل ازاي او بتستغرق وقت قد ايه، او البنج المستخدم فيها بيكون ازاي بعد ما السيده دي او البنت دي بتطلع من العمليه، بتقول لها اعملي ايه وما تعمليش ايه؟ يعني الاجواء بتاعت العمليه. هو كل هو ممكن يتعمل طبعا ببنج موضعي، بس احنا بنفضل بنج كلي عشان العيان بيبقى ريتابل، يعني بيبقى منزعج يعني، او العيانه يعني الجرح تبقى قلقانه، يعني تبقى قلقانه شويه وقلقانه شويه، فبدل ما تبقى قلقانه او تشوف موضوع بسيط جدا، جرح 3 سم بالكتير تحت البريست، وبندخل منه الامبلانت او الزرعه او الحشوه وبنقفل الجرح دوت وخلاص. تلبس كرسي معين، برا معين طبي، ايوه، وبنفك الغرز بعد 5-6 ايام وبس، وبعد كده عادي خالص. عادي خالص، تعيش حياتها عادي جدا يعني. طيب انا حابه ان احنا نتكلم شويه بقى عن الرفع، او الايه يعني، مثلا الام بقى وخلفت كذا مره وحصل ترهل مثلا، انا عاوزه اعرف ايه موضوع الرفع ده، وهل لما لو اي واحده قررت انها تعمل عمليه رفع للثدي لازم تحط سيليكون برضو؟ لا لا لا، الرفع بقى بيبقى عندنا حالتين في الرفع. اذا كان البريست فيه انسجه يعني مليان يعني متهدل، يعني متهدل بس فيه انسجه، فدي احنا دي له عمليه عملية مختلفة يعني. عملية مختلفة، لكن لو هو فاضي من جوه يبقى لازم نحط امبلانت. طيب هو ده فيديو اللي معانا ده؟ دي صورة. طيب دي صورة، قبل العملية واحنا بنعمل علامات معينة علشان نشوف مكان الأريولا. هنا حضرتك تاخدي بالك ان الناحية اليمين او الشمال، يعني الناحية الشمال معمولة دلوقتي، الناحية اليمين مش معمولة. تمام تمام. طيب اذا عمليه الرفع بتعتمد على حاجتين، سواء كان احنا عايزين الفيديو بعد اذنكم اللي معانا. هو ده الفيديو؟ ده الفيديو. بنحط العلامات معينه ونجيب مقاسات معينه، مش اي حاجه كده وبنفتحها وخلاص. في مقاسات 22 سم في حتت و20 سم في حتت، وبنحدد مكان الحلمه هتكون موجوده فين. وبنفتح حوالين الحلمه كده حاجه بسيطه. ده الرفع يا جماعه، ده فيديو للرفع. ده الرفع اللي عندها ترهلات او تهدلات. ده من غير سيليكون، ده مش هنحط له سيليكون ده مثلا، ده لان في انسجه مليان نسيج. تمام. احنا كل حكايه هنرفعه ونصغره. اه بالك، بنشيل الطبقه الرفيعه اللي فوق الجلد. ايوه. وبعدين بنشيل بقى الجزء اللي هو احنا حاسبينه من الانسجه ان هو زياده. بنشيله ونرجع نقفل الجلد تاني على الاريلا في مكانها الجديد. طيب يعني عمليه رفع الثدي عمليه سهله يا دكتور؟ جدا، من العمليات السهله. عمليات سهله جدا، هي بس بتاخد يعني وقت اطول سنه صغيره من عمليات الحشو. او لكن عمليه بسيطه يعني. طيب احنا للاسف احنا حلقتنا فقرتنا دي خلصت، بس انا كنت حابه انه نتكلم عن عمليات التصغير برضو، و في ناس كتير برضو بتضطر ان هي التجميل بقى يا دكتور، ان هم لا قدر الله يا رب، اللهم احفظنا يعني واحفظ المشاهدين جميعا، الاستئصال والحاجات دي، فاعاده البناء كمان ده مهم ان احنا نتكلم فيه، بس هيكون في حلقه ثانيه ان شاء الله. طبعا اكيد. انا بشكرك يا دكتور ايمن على وجودك معايا، ضيفي العزيز دكتور ايمن قنديل. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقره اخيره بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد
المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. السيدة لازم تهتم بنفسها في جميع مراحل عمرها, وأنا في وجهة نظري المتواضعة أنه كل مرحلة عمرية وليها جمالها وليها أحاسيسها الجميلة. يعني مثلا أنت بتبقي في مرحلة الشباب, مرحلة الانطلاق والانبساط, ويعني لسه صغيرة ما فيش مسؤوليات, فيعني بتبقي مهتمة بنفسك بشكل كبير. نيجي بقى المرحله لما تبقي ام بقى وتتجوزي, برضو دي ليها يعني احساس حلو جدا انك تبقي مسؤوله ويبقى عندك اولاد بتعتني بيهم وبتحطي كل مجهودك علشان تشوفي بعد كده ثمره مجهودك وتجني يعني ثمار تعبك ده مع اولادك وتشوفيهم احسن حاجه في الدنيا. بتيجي بقى المرحله بعد كده اللي هي الاسره بقى الكبيره, وبتلاقي ولادك دول كبروا وبيتلموا حواليكي وبتبقي انت ال مصدر الحب والحنان والأمان وحاجات كتير قوي حلوة. فكل مرحلة السيدة بتمر بيها أو الرجل كمان يعني بيبقى ليها صفات جميلة وبيبقى ليها أحاسيسها الجميلة. لكن اللي المفروض بقى يفضل معانا في المراحل المختلفة, مراحل عمرنا المختلفة, وما يتغيرش, هو حفاظنا على نفسنا وحفاظنا على شكلنا واهتمامنا بنفسنا. يعني في كل مرحلة لازم نواكب التطور ونواكب نشوف ايه الجديد ونسأل عنه, نجرب الحاجات اللي ممكن تبقى مفيدة خاصة لبشرتنا, وانا طبعا بتكلم عن الرجال وعن السيدات. فالبشرة الحلوة بتدوم عمر طويل وبتعيش مدة طويلة جدا, وكل ما تكبري تلاقي ما يبانش عليكي ما شاء الله, تلاقي أولادك كبار وأحفادك كبار وانت لسه بجمالك وبرونقك وبجاذبيتك اللي ما بتنتهيش أبدا. من الحاجات اللي سيدات كتير جدا في جميع مراحل العمر المختلفة بتسأل عليها ومهتمة جدا انها تعرف معلومات اكتر عنها هو كريم ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة في فقرتنا دي مع ضيفتي العزيزة دكتور هند نصير, مدير التطوير والابحاث في شركة ماسي فارم. اهلا يا دكتورة هند. اهلا يا يوم, عاملة ايه؟ الحمد لله. يعني مراحل العمر المختلفة زي ما قلت كل مرحلة وليها جمالها, بس اللي المفروض نحتفظ بيه ونحافظ عليه هو جمال بشرتنا وجمال شكلنا, ده اللي بيدوم معانا, صح ولا صحيح غلط؟ صحيح مظبوط. هو في الحقيقه المفروض ان كل امراه صغيره كانت في السن او في كل حتى المراحل العمريه بتاعتها تهتم بنفسها وبالجلد. مهم قوي ان انا اهتم ببشرتي. طبعا البشره دي هي اول حاجه الانطباع. يعني انا لما بشوفك فانطباعي الاول اقول الله انا نفسي اكون شبهها, نفسي تكون بشرتي نقيه, نفسي تكون بشرتي صافيه, نفسي تكون بشرتي رطبه.
فالبشره بتعكس يمكن 70% من الجمال بتاع الوجه. صحيح بالظبط كده. بتديكي احساس ان انت انا بكشفك، بقدر اقول انت نايمه كويس، بتهتمي بيها ولا لا، بكتشف شخصيتك من خلالها. برافو صح. كل ده طبعا احنا بنشوفه مع كل اللي بيهتموا، وروتينهم اليومي هو استخدام كريم علشان يحافظوا على البشره بتاعتهم. طبعا الكريم يعني اللي عامل طفره في التجميل مؤخرا، لان المحتويات بتاعته كلها حاجات مغذيه فعلا، وبتدي نضاره وبتدي جمال للبشره، هو ماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد انا شايفه ان استخدامه لفترات انت هتستخدميه، هتبداي بيه الاول ويبقى روتين ليك يومي، ويبقى ال 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 الروتين بتاعك اليومي طبعا. تحطيه صباحا وتحطيه مساء. تمام. ماسي دورو جولد من اللي اتعرف عنه يا دكتوره هند ان هو بيديكي لوك اصغر 10 سنين من سنك الحقيقي. فعلا. هو ماسي دورو جولد انا شايفه ان هم يعني ريسيرشز على الكريم ده 6 سنين. في الست سنين ايطالي الصنع طبعا، ده ايطالي. في الست سنين كل ما يتعلق بجمال البشره ونضارتها موجود في ماسي دورو جولد. يعني انت عندك مثلا ماسي دورو جولد في ذهب 23 قيراط. الذهب ده لوحده كفايه ان انا اقول لك ان هو هيعمل تغذيه للبشره، هيعمل نضاره للبشره، وهيدي جمال ورونق للبشره. لوحده 23 قيراط. طيب الذهب لو احنا جينا نشوف جزيئات الذهب لوحدها ممكن تعمل ايه للبشره؟ جزيئات الذهب بتعمل تغذيه، الايونات بتاعت الذهب بتحسن الدوره الدمويه. تحسين الدوره الدمويه ده مهم جدا، علشان كده كمان الكريم ده لما تيجي تضعيه، يعني تحطي بقى الكريم على البشره، تلاقي فيه اختلاف في الفيلينجز اللي انت هتحسيها، لان الاحساس بيه ايه، هتلاقي فيه شويه سخونه بسيطه على الجلد. تمام. شويه احمرار، السخونه دي نتيجه ان احنا على البلاد فلو او الدم تدفق للمنطقه دي، فبالتالي لما حصل كده حصل ان الجزء ده بقى فيه دمويه محمل بالاكسجين، فيه نضاره، فاداكي جمال من نوع خاص كتركيبه. فايونات الذهب بتعمل نورشنج، بتغذي البشره وبتعمل ترطيب. طب ايه كمان؟ طب لما نيجي نشوف حد عنده تصبغات او بقع مثلا، بتعالجها. بتعالج البقع ليه؟ لان الذهب بيشتغل على صبغه الميلانين الزياده، ودي المسؤوله عن التصبغات اللي موجوده في البشره. فاحنا عايزين نشيل ده، وعايزين نحافظ ونرجع لون البشره للطبيعي ونشيل التصبغات، هيبقى موجود في الذهب. عنصر الذهب لوحده عنصر غني، يعني جولد از جولد، هو عنصر غني طبعا، وقيم ان هو يكون ده في منتج بيبقى حاجه واحده. شوفي بقى احنا حاطين ذهب 23، حاطين كولاجين. طبعا الكولاجين من المعروف، لان في ناس كتير جدا جدا فاهمين ان الكولاجين يعني المحتوى بتاع الكولاجين هو الفيلر. ايوه. وكمان بيقولوا ان الكولاجين بيفضل معاكي، يعني انت ما بتتاثريش، بتكبري لكن الكولاجين زي ما هو. لا انت عارفه ان في ناس كتير لا طبعا متخيله ان ايه، يقول لك انا هحط كولاجين ليه وانا ايه المشكله، ما انا زي ما انا شعري بيطول، زي ما انا كذا، زي ما انا، يبقى امال الناس اللي بتعجز دي بتعجز ليه؟ ايوه. التجاعيد اللي بتطلع دي بتطلع نتيجه ايه؟ ايوه مظبوط. ما هو فقد الكولاجين، او ان الكولاجين قل في تحت الجلد فبتعجزي او بيطلع لك تجاعيد. مظبوط. الكولاجين لما بيقل هو والالاستين تحت الجلد ومحتوى الميه، الجزء ده لما بيقل بيبتدي يحصل ايدجنج وفولد، يبتدي يحصل خطوط بقى جامده وتجاعيد عميقه. نتيجه ايه؟ نتيجه ان الكولاجين نفسه قل في البشره، الالاستين قل في البشره، فابتدى يحصل التجاعيد اللي طبعا احنا مش عايزين نوصل لمرحله دايما ان انا اتاخر في اهتمامي بنفسي. هو ماسي دورو جولد هو اهتمام، هو اهتمام. صحيح، هو اهتمام بالظبط. انت حابه تكوني جميله، او انت حابه بقى ان الاتموسفير والشمس والحراره وما تهتميش، فكل الحاجات دي تاثر عليكي. بالمناسبه كمان ان الكافيار اللي موجود في ماسي دورو جولد، بصي انا بحب الكافيار قوي، كمان موجود في ماسي دورو جولد، فمديني نوع من، انا حاسه ان انا بحط حاجه كريم ملكي. بالظبط. يعني الكافيار فيه كميه من مضادات الاكسده ومن الاملاح المعدنيه، انتي اوكسيدنت رهيب،
مليان مضادات اكسده. طيب كمان في فيتامين اي. فيتامين اي ده لوحده للبشره ده سحر طبعا. فيتامين اي واي ده لوحدهم بيبقوا ساعات في منتج تدوري تلاقي فيه فيتامين اي او فيتامين لوحده. هو في اصل فكره انه تلاقي 56 مكون في حاجه واحده دي اول من عمل الموضوع ده يعني مفيش حد عمله غيركم يعني. فعلا فعلا الكريم ده انا شايفه ان هو كل حاجه تجميليه علاجيه. الهيالورونيك اسيد اللي موجود في الحقن بتاعه الفيلر هي الماده المالئه. هي عباره عن اللي هو الهيالورونيك اسيد ده موجود. الماده دي موجوده في ماسي دورو جولد. وكمان في ماسي دورو جولد ماده ثانيه رائعه جدا انا دايما بحب قوي ان انا اذكرها هي الارجلين. او الاسيتال هيكسابيبتايد ودي من المواد المستخدمه في علاج بقى التجاعيد بتاعه الخطوط التعبيريه. الخطوط التعبيريه دي حاجه بتضايق الناس كلها وحتى في سن صغير اللاف لاينز الخطوط اللي حوالين بتاعه الابتسامه وانت بتضحكي. في ناس على طول ماسي بيعالج الخطوط التعبيريه دي. الخطوط التعبيريه عشان الماده اللي موجوده الماده زي البوتوكس مش كده. الماده دي فعلا اكت لايك بوتوكس بالظبط بتدي طبعا بس مع اختلاف الميكانيزم على العضله ولكن هي بتديكي نفس مش هي مش نفس الماده ولكن نفس التاثير بالظبط نفس الافكت. فالاستايل هيكسابيبتايد لقوا في الريسيرش مؤخرا انها بتعمل ريلاكسيشن وتعمل ارتخاء في العضل. المعروف ان احنا واحنا بنبتسم واحنا بنضحك واحنا بنضحك قوي كل ده المسؤول عن فتح الفم المسؤول عن الضحك كل دي عضلات حوالين الفم. كمان هنا كده او هنا حتى دول كل دي كلها انا بشغل كده عضلات وشي. فلما باجي احط ماسي دورو جولد انا بستخدمه هنا بستخدمه هنا كمان البنات انا دايما بحطه هنا بحطه هنا كمان. هي طريقه الاستخدام ازاي يا دكتوره؟ طريقه الاستخدام بقى احنا عايزينها تكون احنا طبعا بنحطه على الرقبه وعايزينها تكون من تحت لفوق نوزعه كده يبقى ضد اتجاه الجاذبيه. اوكي. من تحت لفوق وهنا يتحط كمان هنا. الطريقه دي مهمه جدا علشان خاطر وانت بتستخدميه تبقي اكيد انتوا دايما بتحطوا بتضعوا احنا شايفين الفيديو معانا بتاع طريقه الاستخدام لانه مهم جدا وطبعا احنا عاوزين نقول ان هو ضغط مش هو ضغط. ما بيتفتحش لا 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 ما يتفتحش هو ضغط دي اول طريقه بسيطه فيري سامبل ان انت تستخدميه. تحطي بقى تضعي كميه مناسبه على حسب كل كل بشره. ممكن نحط ضغطه 2-3 على حسب حجم الوش انا بحطه على رقبتي وبستخدمه بس ده انا بقول لازم يكون روتين عشان تجيبي نتيجه حلوه. انا عايزه برضو البنات اللي بتستخدمه كمان الشباب انا مش عايزه انسى لان في رجال كتير اصبحوا برضو في الفتره الاخيره بيهتموا ان هم عايزين يحافظوا على النضاره وخصوصا المدخنين لان التدخين طبعا احنا عارفين ان التدخين ده من ضمن الحاجات الكتير اللي بتأثر وبتجهد البشرة عندنا السكين سيلز والخلايا بتاعتنا. فإحنا عندنا هنا في الكريم الكافيار بيشتغل ضد الأشعة ألترا فايلوت سوري ألترا فايلوت A وألترا فايلوت B فضد أشعة الشمس كمان وده مهم جدا يعني جدا. ينفع صباحا كمان يعني ينفع زي كواقي من الشمس. أنا بستخدم الكريم ولازم يعني أول ما بصحى من النوم بستخدمه وبعد كده بستنى شويه وانزل بقى ممكن احط شويه بلاشر شويه بلاشر كده يمنا ما يمنعش شويه روش شويه ماسكارا اي لاينر كده بسيط بس مش فول ميك اب لانه في ناس بتبقى عامله فول ميك اب. انت بعد فتره هتحبي النضاره الجلو اللي طالع الذهب من الحاجات المغذيه جدا للبشره واللي بتدي جلو. انتوا متخيلين انكم بتحطوا ذهب ذهب يعني على بشرتكم يوميا على البشره بندي جلو نضاره ده حاجه عظيمه جدا طبعا حاجه بصي تلاقي وشك يعني احساس حلو اصلا يعني هو الاحساس حلو انت بتحطي على وشك كده ذهب ايه الدلع ده بجد يعني تحسي ان الكريم انريتشد بفيتامينز وبعناصر حقيقي فعلا. انا شايفه ان كل يعني كل امراه لو جربت ماسي دورو جولد هي هتحس الاحساس ده لان ده دايما فيدباك من الناس اللي بتشتريه يقولوا لي يا دكتوره هند احنا بعد فتره وبعد فتره لاني دايما اقول عشان تحسي باي تحسن النتيجه ونتيجه جميله يبقى احنا هنستمر على كده فتره
الفتره 3 شهور يعني من شهرين لثلاث شهور مش كتير ودي فتره بس بتحس بالتحسن طبعا بتحس على بالتحسن طول. طبعا معروف ان الكولاجين والخلايا بتاعه الكولاجين بتتجدد من شهرين لثلاث شهور فدي الفتره انت فعلا هتحسي الله انا ايه ده انا وشي بقى نضر انا الفاين لاينز اللي كانت موجوده مضايقاني ابتدت تتحسن اللاينز اللي حوالين بتاعه الضحكه اللاف لاينز واحنا بنضحك الحاجات دي الى جانب الترطيب هو بيصغر 10 سنين ليه بيصغر 10 سنين كمان لان السيراميد يعني السيراميد من العناصر اللي فعلا بتدي للبشره نضاره لان احنا ما بنشربش ميه كتير في حياتنا الطبيعيه انا يمكن بقول الميه الكتير دي انت ما فدايما الخلايا كمان محتاجه ان احنا يعني حتى جلدنا يقول لك حتى لو جلد محتاج ميه كتير ميه كتير السيراميد بيقل بيحصل ايجنج زي ما احنا بنكبر والكولاجين بيقل كمان السيراميد بيقل مع السن فاحنا لازم نهتم ان السيراميد دي من المواد الحلوه قوي اللي بتحافظ على محتوى الخليه من الميه وبتمنع ان احنا نفقد الميه فطول الوقت ده يبقى بشرتك فيها هيدريشن رطوبه بالظبط وطول ما البشره فيها رطوبه ما بتعجز ما بتعجز علشان كده بنقول انه اصحاب البشره الدهنيه محظوظين ايوه لان هم بشرتهم ممكن تكون بتطلع فيها حبوب مثلا او مشاكل او ده بس ما بيعجزوش بسرعه زي اصحاب البشره الجافه مظبوط صحيح هو فعلا كده فانا اهم حاجه عندي الجفاف بتاع البشره لا انا مش عايزه جفاف في البشره تاني حاجه كمان مهمه جدا في ماسي دورو جولد في الحقيقه عارفه ماسي دورو جولد معمول بتقنيه رائعه والاحدث تقنيه على مستوى العالم النانو تكنولوجي النانو تكنولوجي دي تقنيه بتضمن لي ان انا الكريمز كله امتصت في بشرتي المحتوى اللي انا عايزه اخليه يدخل البشره ويستفاد منه ده موجود في الكريم بتاع ماسي دورو جولد ما بيسيبش اي طبقه دهنيه خالص فعلا الكريم ده اجمل حاجه فيه ان هو ما بيسيبش طبقه دهنيه لان لما تيجي حتى تحطي الكريم وتفرديه على بشرتك انت هتلاحظي ان ما فيش ملمس دهني اوكي وكله امتص وده هيسهل لك حاجات كتير قوي هيسهل لك ان انت لو خارجه شويه روج زي ما قلت لك في السريع واخرج ليه لان لو في طبقه دهنيه انا هبقى خايفه وانا نازله التراب انا مش عايزه كده ده انا عايزه هتلاقي بصي اول ما تستخدميه في الاول انا دايما اقول كعلاج هناخد فتره اي حاجه ما نستعجلش عليها ده انا عشان ابني مصص في جسمي عايزه فتره عشان اطول شعري واهتم بيه برضو عايزه فتره من المتابعه وكل يوم لازم اكون يوميا بعمل كده ده روتين يومي مش فجاه كده في يوم وليله ايه ده انت ايه اللي حصل يعني هو كورس علاجي يا دكتوره هند كورس علاجي وبعدين اعتقد انه بيغني عن حاجات كتير زي كريم الليل كريم النهار انا في الاول كنت كده يعني انا في الاول كنت ايه اجيب كريم طبعا بعد ما انظف البشره كلينسر اجيب بقى كريم علشان خاطر اشوف هحط الاول ايه هحط الماده الفلانيه ودي قصه بايخه قوي يعني دي قصه بايخه ويطلع من الموضوع ده بتشيلي وتحطي ده موال لكن احنا لما جمعنا كل العناصر المفيده والمغذيه للبشره فانت بقيتي مش محتاجه تحطي حاجه غير الكريم بس ماسي دورو جولد تحطي احسن حاجه تحطيه بقى على بشرتك قبل ما تنامي شوفي بقى الصبح النضاره شوفي بقى النضاره بس هو عشان نوضح للساده المشاهدين انه مش ماسك بيتحط ويتغسل انت بتحطيه وتنامي بيه يعني بتحطي ماسي دورو جولد وتنامي بيه بحطه وبنام بيه الصبح بقى لما ببص على بشرتي الاقي بقى في نضاره لان كل الجزيئات وكل العناصر اللي موجوده البشره امتصتها فبقى ادى افكت فبيبقى في تاثير واضح لما بنيجي نستخدمه تأثير بتحطيه بتشوفيه بتلمسيه بعد فترة قليلة اللي هو تأثير الجلو والنضارة واللي قصادي يحسه أيوة. يعني اللي ما شافنيش بقاله فترة مثلا أو كده يحس إن في فعلا تغيير للأحلى النهاردة أو أنت بقالك فترة في محلوية أنت كتير قوي الناس بتقول كده فعلا أنت بقالك فترة محلوية أنت بتستخدمي إيه؟ أكيد الناس بتوقفك يعني لا يعني كمان لما يكون في حد بيستخدم ماسي في ناس كتير بتقول إن هي بتسمع التعليقات دي انه انت محلويه انت حلوه في ايه انت عامله ايه في ايه في الفتره الاخيره التعليقات دي انا بشوفها دايما من الناس بصراحه ببقى مبسوطه جدا ليه لان كل الريسيرشز دي حقيقي كللت بنجاح الماسي دورو جولد يعني بتبقي انت مبسوطه ان بتشوفي ردود افعال الناس
الناس بتشوفي الناس اللي استخدمت الكريم ردود افعالهم فبتتبسطي ليه؟ اللي بيقول لك انا حسيت بنضاره يا دكتوره، اللي بتقول لك بعد كده ان ابتدت الحاجات الفاين لاينز البسيطه دي ابتدت تحس ان انا خلاص يعني بقى الموضوع مش محتاج. وطبعا زي ما قلنا ان احنا كل ما نبدا بدري كل ما احنا ما نعرضش نفسنا. يعني في ناس على فكره ما بتحبش شكشكه الابر، في كتير بيخافوا من الشكشكه دي. فانا بقول طيب لو كده فممكن نستخدم، بس هو ما بيتعرضش مع البوتوكس والفيلر؟ لا لا خالص. انا دايما اقول ممكن تعملي عادي بوتوكس، ممكن تحطي فيلر وتستخدمي ماسي دورا جولد، يعزز من المده. لان الماده اللي موجوده هي كمان هيالورونيك اسيد اللي موجوده في الفيلر، فهيعزز من المده بتاعه الفيلر والبوتوكس لفتره اطول. بالعكس انت عايزه تطولي الفتره وعايزاهم تشوفي النضاره يعني دي، يعني بدل ما يقعدوا 6 شهور ممكن يقعدوا سنه. طبعا لان انت بتعززي كل الكلام ده، نفس المواد دي موجوده. ولكن ده كريم زي ما احنا قلنا، يعني حتى البوتوكس انت بتاخديه هتحقني، ولكن الفرق ان في ماده شبهه وتدي نفس التاثير. اللي هي الارجلين او الاستالهكسابين. طيب في ناس كتير بتقول طب انا بعد ما اوقف استخدام هل بقى المشاكل هترجع تاني؟ خالص بالعكس، انا شايفه ان انت لما توقفي استخدامه هترجعي تستخدميه تاني. يعني هتوقفي استخدامه لفتره شويه بس هترجعي تاني تستخدمي ماسي دورو جولد، لانه هيبقى حاجه لايف ستايل. انا متعوده ان انا استخدم كريم يديني نورشنج ويديني تغذيه ويحافظ على، لان الكافيار بيحافظ بنسبه 67% في الريسيرشز الاخرانيه، بيدي بيحفز الخلايا على المحافظه على الكولاجين اللي موجود فيها بنسبه كبيره. فانا حافظت على الكولاجين، حافظت على الكولاجين اللي موجود في بشرتي، وحافظت على مستوى الإيلاستين في بشرتي، وحافظت على مستوى الميه. فانا كده بالعكس انا كده عامله لنفسي بروتكشن، عامله حمايه ومن بدري. مش محتاجة يعني اخد حاجه. البنات اللي بتقول طب انا لسه صغيره انا ليه هستخدم الحاجات دي من بدري؟ ده من بدري دايما تهتمي من بدري. يعني انا شايفه ان الاهتمام بالعكس، انت لما تهتمي بدري مش هيبان عليكي بعد كده سن. ده هي دايما مشكله المشاكل واللي مقرقه كل الستات والرجاله دلوقتي مؤخرا. هنا حد يقول لك انت عندك كام سنه؟ السؤال ده مصدم. يعني شويه يعني بس عادي، انا بشوفه عادي، بس في ناس طبعا بتتضايق. في ناس بتتضايق، انت دايما بتبقي لا في انا عايزه ان في 10 يبقوا مش موجودين، 10 سنين طايرين بالظبط على الاقل شكلنا. ايوه يعني على الاقل في شكلنا اهو. انا عايزه 10 سنين تشوفيني في اهو، انا شلت من عمرك 10 سنين فعليا. وده الشعار بتاع ماسي دورا جولد. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل الكلام. ماسي دورا جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورا جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورا جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The 6 actions of Maxi Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل
ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يعني شايفين لكم ما شاء الله فروع كتير في اماكن كتير مش بس في مصر. تقولي لي بقى الفروع بتاعتكم فين؟ الحمد لله ماسي دلوقتي احنا عندنا الفرع طبعا هنا في القاهره، ماسي فارم ايجيبت مقره هنا في القاهره، وعندنا ماسي فارم غولف ومقره في جبل علي، وكمان عندنا ماسي فارم دي في الامارات صح؟ دي في الامارات، وعندنا ماسي فارم ايطالي دي موجوده في ايطاليا، وان شاء الله باذن الله قريبا هنبقى ماسي فارم في امريكا في فيلادلفيا. طيب التراخيص يا دكتوره هند دي حاجه مهمه جدا، انه اي حد يشتري حاجه يبقى متاكد من تراخيصها وان هي مضمونه. اصل مترخصه دي يعني مضمونه طبعا، صح ولا غلط؟ طبعا انا مهم جدا في ماسي دورو جولد كمان، ده مهم جدا لينا علشان الحمد لله احنا لازم يكون في بيننا وبين الكاستمر في ثقه، فالترخيص ده كمان ليهم مصدر ثقه. فاحنا عندنا الحمد لله احنا مرخصين من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي وحكومات دبي، يعني ثلاث جهات مختلفه، ثلاث جهات. فدي اظن تضمن لو اي حد بيجرب ماسي دورو جولد ان هو ان الكريم نفسه يعني مرخص من اكتر من جهه، فدي نتيجه يبقى في نوع من الثقه لما تيجي تستخدمي المنتج بالظبط، وده مهم. احنا بالزبط. كنا حريصين جدا في ماسي دورو جولد ان ده يكون مهم جدا علشان الكاستمر يبقى مطمن واثق من حاجه ويبقى واثق. طيب ليه دايما في ناس كتير بتسال عليه وانتوا بتقولوا انه مش هتلاقوه غير عند الارقام اللي او على من خلال الارقام؟ بالعكس انا يومنا شايفه ان احنا مسهلين جدا الموضوع ده على يعني على الناس، يعني بدل ما تتصلوا او تجيبوه من اماكن يعني من ماركت، من عندنا هيبقى وسائل اتصال اسهل. يعني هو مش كتير موجود في الماركت؟ لا مش موجود غير لدى الشركه طبعا. فاسهل كتير ان انت تتواصلي، لان انت لما هتتواصلي كمان لو عندك سؤال عايزه تساليه بخصوص ماسي دورو جولد بتكلمي الدكتور تساليه، فهيبقى في تواصل مباشر بينك وبين ماسي دورو جولد نفسها. فانا شايفه ان احنا وفي وسائل طبعا الفيسبوك التواصل الاجتماعي موجود. خلونا نشوف الصفحات، يعني طبعا انتوا لكم كذا صفحه على الفيسبوك. لينا كذا صفحة واحده، فالفيسبوك بأرقام موجودين الحمد لله. الارقام مباشره موجوده على طول، انتوا بتكلمونا لو حابين ان انتوا تتواصلوا او ان انتوا تشتروا بعض المنتج. الصفحات يا جماعه دي بعض الصفحات. فلو حابين المنتج كمان فده بالعكس انا شايفه ان ده اسهل. طبعا اسهل كتير، اكيد طبعا، واسهل، وكمان انت جايبه المنتج من مكانه صح، من المصدر من المصدر لو في سؤال بتساليه الدكاتره بيتجاوبوا معاكي جدا وبكل سعه صدر، وبيكونوا حريصين جدا ان هم يوصلوا كل المعلومات للساده المشاهدين وللكاستمرز اللي بيشتروا طبعا المنتج. طيب اذا هو كورس كامل، ما ينفعش ان احنا نستخدم يوم ونسيب يوم، او ان احنا ما نستمرش على الكورس ده لان هو علاجي بخلاف ان هو كمان تجميلي. هو ده طبعا سؤال مهم جدا. ان الكورس كامل ده اي حاجه، يعني دايما اقول لهم يا جماعه بليز استنوا علشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. لان في ناس بتقول ليه مش اقل وليه مش هو لان ليه المحتوى معمول ومصمم علشان كل العناصر دي وكل الكونتنتس بتاعه الكريم تبقى تجيب نتيجه في الفتره اللي احنا اتكلمنا فيها. لان انا مش عايزه حاجه، مفيش حاجه سريعه سحر. الكريم ده روتين، احنا لازم نمشي على الروتين اليومي بتاعه علشان تبتدي تحسي بتحسن ملحوظ. فالازازه فيها المحتويات بتاعتها والحجم المناسب اللي هيديكي الافكت ده بعد الفتره اللي احنا اتكلمنا عليها. انت عارفه قصه انه هي 120 مللي دي حجمها مناسب جدا، لانه في ناس كتير بتقول طب ما تعملوا حاجات صغيره تكون بسعر ارخص. طيب لو حاجات صغيره هل هتدي نفس النتيجه زي الماسي بالحجم ده؟ اعتقد لا طبعا. لان ايه احنا ادينا
كمية من العناصر الموجودة والكونتنتس المحتوى اللي موجود في الكريم موجود في 120 ملي. لو أنا قللت الكمية أنت مش هتشوفي النتيجة المرجية من اللي أنت عايزة تشوفيها مننا. زي ما أنا بتكلم في يعني هي 120 ملي دي محسوبة طبعا. طبعا عشان تشوفي نتيجة مرئية تشوفيها بعينك. لو أقل من كده ما اقدرش اقول لك ان انت هتاخدي اكتر فتره طويله جدا، وانت الطبيعي بتبقي عايزه حاجه تجيب نتيجه في فتره بسيطه. ولو 3 شهور في كريم ده دي فتره هايله. دي هايله صح، دي هايله في 3 شهور هايله. فانا شايفه بالعكس ان ده من ضمن الحاجات الجميله اللي منجحها المنتج بالظبط، ان هو بيقعد معاكي فتره طويله بالظبط. وبعدين كمان الميزه ان انتوا مش حد معين اللي بيستخدمه، او طبقه معينه او ناس شريحه معينه خالص. انا عن نفسي بشوف ناس حلوين زي الفل عاديين جدا، ومن محافظات ومن في انا بلاقي في اماكن بتتصل بينا انا ما اعرفش حتى هي موجوده مكانها فين. يعني موجوده هنا في مصر، لكن انا ببقى مستغربه ان الحمد لله ماسي قدر يوصل لهم. طبعا اكيد، وده دليل الانتجاح، وده الحمد لله دليل النجاح. يا دكتوره هند انا بشكرك على وجودك معايا النهارده، ضيفتي العزيزه الدكتوره هند نصير. اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يتواصل معايا من خلال صفحتي اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. بنقابلكم يوميا 3 عصرا، والاعاده بتكون 8 صباحا و12 مساء، والحلقات كلها هتلاقوها على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.